بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واول استوديو تحليلي لمباريات الناشئين على الهواء مباشره على قناه الاهلي في الموسم الجديد. اهلا بحضراتكم في استاد الاشبال. في البدايه بوجه الشكر لكل المسؤولين في قناه الاهلي اللي وفروا لنا كافه الامكانيات علشان نكون موجودين مع حضراتكم النهارده على الهواء مباشره، واولى مباريات دوري الشباب بين شباب الاهلي وشباب الشرقيه للدخان. كل التوفيق لشباب الاهلي ان شاء الله في موسم ان شاء الله يتوج فيه في النهايه ببطوله الدوري، وايضا اكتشاف كثير من المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده هيكون ضيوفي في الاستوديو التحليلي كباتن الاهلي الكبار الكابتن عادل طعيمه، وايضا الكابتن شريف عبد المنعم، وعندنا فقره تحكيميه مع الحكم والكابتن ناصر عباس. ايضا معلق المباراه النهارده الكابتن محمد عفيفي. النهارده واحنا بنشتغل بالظبط بنشتغل كانها مباراه في الدوري الممتاز، كل الامكانيات وكل السبل موجوده النهارده علشان نقدم افضل خدمه لكل جمهور النادي الاهلي. دايما هقولها وبقولها، لو عايزين نبتدي صح في الرياضه المصريه لازم نبتدي من القاعده من تحت، قاعده البراعم وايضا قطاعات الناشئين، هي دي القاعده اللي لازم نبني عليها صح علشان نطلع لاعب يقدر يلعب في الفريق الاول وايضا يلعب في كل منتخبات مصر. هي دي القاعده لازم نهتم بيها. عايز اقول لحضراتكم برضو خبر مهم جدا من الكواليس، رابطه الانديه بقياده الاستاذ احمد دياب. رابطه الانديه برئاسه الاستاذ احمد دياب. من ضمن الكواليس وانا يعني كنت بكلم احد المسؤولين في رابطه الانديه في الموسم الجديد، رابطة الأندية مسؤولة عن الدوري الممتاز وأيضا عن السوبر المصري. برضه هيكون من ضمن اهتمامات الرابطة أيضا دوري الشباب. دوري الشباب في الموسم الجديد هيكون تحت مسمى دوري شباب المحترفين، هيكون ليه رعاه، هيكون في نقل المباريات وأيضا هيكون في خدمة زي ما بيقولوا 10 نجوم في هذا الدوري. الدوري ده مهم جدا زي ما بنشوف في الدوري السعودي، بنشوف في الدوري الاماراتي، هنشوف ان شاء الله قريبا في الدوري المصري دوري شباب المحترفين. كل التوفيق ان شاء الله للرابطه اللي جايه تطور من الكره المصريه. ايضا بنشيد بالمسؤولين لجنه المسابقات في الاتحاد المصري، السنه دي هيكون عندنا دوريات قويه جدا في قطاعات الناشئين، دوري 2001 2003 2005 2006 2007 هتكون بطولات جمهوريه، بطولات بالظبط شبه الدوري الممتاز، هتكون بطولات تقدر نفرز منها مواهب حقيقية للأندية. وإحنا منذ سنوات وإحنا هنا في قناة الأهلي بنقدم استاد الأشبال قدرنا نطلع مواهب، قدرت جماهير الكرة المصرية تعرف المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وأيضا داخل الأندية الأخرى. من هنا بدأنا نعلم ونسلط الضوء على المواهب. نروح نشوف مع بعض أولى مباريات الأسبوع الأول في دوري الشباب. الدوري اللي هيكون قوي جدا وان شاء الله كل مباريات الاهلي هتكون مذاعه على قناه الاهلي. الاهلي يفتتح مبارياته الاولى زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم في الاسبوع الاول، المباراه الاولى النهارده 2/10 السبت، نادي الاسماعيلي هيواجه نادي المقاولون العرب. النادي المصري امام نادي البنك الاهلي. مصر المقصه امام نادي الزمالك. نادي سيراميكا كليوباترا امام نادي طلائع الجيش. بيراميدز والجونة. النادي الأهلي مباراة اليوم اللي هتكون مذاعة مع حضراتكم على قناة الأهلي أمام الشرقية للدخان. نادي الاتحاد السكندري، نادي غزل المحلة. نادي فاركو يواجه نادي إنبي. ونادي سموحة يواجه نادي كوكاكولا. نفس أندية الدوري الممتاز بالظبط. النهاردة حتى ترتيب القرعة وترتيب جدول المسابقة هيكون بالظبط زي الدوري الممتاز. بقول لحضراتكم إحنا أمام دوري قوي جدا. النهارده النادي الاهلي بيفتتح مشواره، كل التوفيق ليه امام نادي الشرقيه للدخان. حتى احنا ملتزمين بالاسماء اللي جايه من اتحاد الكره باسماء الانديه، في انديه اتغير اسماء لكن احنا ملتزمين باسماء الانديه اللي جت من اتحاد الكره المصري. النهارده برضو بنقول القياده الفنيه لفريق شباب الاهلي بقياده الكابتن عمرو انور. كابتن عمرو انور ما شاء الله السنه الثالثه على التوالي مع هذا الفريق. كابتن عمرو انور بيتولى دايما قياده شباب الاهلي، قبل كده مسك فريق 97 اخذ بيه البطوله، فرقه 99 ايضا كان شباب الاهلي اخذ بيه البطوله، والسنه دي 2001 نتمنى ليه كل التوفيق. اقول لحضراتكم برضو تشكيل الجهاز الفني،
المعاون للكابتن عمرو أنور، كابتن عمرو أنور مديرا فنيا، كابتن أحمد عبد الظاهر مدرب مساعد، إيهاب خميس مدرب حراس المرمى، أحمد عبد الله إداري الفريق، حسن فاضل طبيب الفريق، محمد حسن مخطط الأحمال، محمد السيد أخصائي التدليك. في الفرقة دي زي ما احنا بنقول واحنا بنطلع النهارده لاعبين الفريق الأول وأيضا أجهزة فنية، كان موجود الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، هو نتاج قطاع الناشئين اللي موجود دلوقتي مع الفريق الأول، وعامل شغل أكثر من رائع في النواحي الطبية. فالنهارده قطاع الناشئين مش بيعتمد بس على لاعبين فقط، زي ما أقول لحضراتكم لاعبين وأيضا أجهزة فنية وإدارية وأجهزة طبية. النهارده هيكون عندنا برضو فقرة تحكيمية مهمة مع الكابتن ناصر عباس. احنا رؤيتنا في استاد الأشبال في الناحية التحكيمية عايزين النهارده نعلم حكامنا. النهارده علشان نبتدي بالقاعدة تحت وتكون القاعدة صحيحة لازم برضو جانب مهم وهو جانب التحكيم. النهارده الكابتن ناصر عباس هيعلم الحكام في استاد الأشبال ازاي الحكم يتحرك داخل الملعب، أخطاء الحكام ايه. احنا هنا مش بنوجه اللوم او العتاب على الحكام او بنقول الاخطاء، على قد ان احنا النهارده في استاد الاشبال هتكون الفقره فقره تعليميه للحكام علشان الموسم القادم نقول عندنا حكام اكثر من رائعين. نقول ايضا لحضراتكم النهارده القائمه المشاركه النهارده في مباراه اليوم قائمه النادي الاهلي، قائمه النادي الاهلي اللي فيها لعيبه كانت تتمرن خلال الفتره السابقه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي. في حراسة المرمى حمزة علاء، محمد أشرف كوتو الشهير بكوتو أيضا في حراسة المرمى، محمد أشرف، محمد سلامة، حمدي ياسر، محمد مغربي، هاني، أحمد عبد النبي، جلال فارس، كريم سعد الله، طه، عمر حجاج، أحمد أشرف، أحمد سيد غريب، محمد خالد، محمد فخري، محمد رضا، أحمد عربي، محمد ياسر، علي عمرو. دي قائمة كابتن عمرو النادي الأهلي، قائمة كابتن عمرو أنور وقائمة النادي الأهلي المشاركة في مباراة اليوم. بعد قليل هنروح لملعب المباراة وهيكون معانا زميلنا الفاروق صلاح هيقول لنا آخر التشكيل. فاروق جاهز معانا؟ جاهز؟ طيب نروح لملعب المباراة ونروح لزميلنا فاروق صلاح. مساء الفل يا فاروق، قول لنا بقى آخر التشكيل عندك وآخر الأجواء في ملاعب الناشئين في مدينة نصر. كل الشكر ليك يا كابتن اسامه وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وانت طيب طبعا، وعوده حميده لاستاد الاشبال وملعب الاشبال، واول مباراه وانطلاق بطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2001، الجوله الاولى والاسبوع الاول، ودائما يعني ملعب الاشبال وكاميرا قناه النادي الاهلي موجوده في كل وقت. النهارده مباراه الاسبوع الاول، اللقاء اللي هيجمع ما بين النادي الاهلي وفريق الشرقيه للدخان. طبعا النادي الاهلي حامل اللقب لهذه البطوله، بيدخل ويبدأ البطولة وهو بيدافع عن لقبه. منذ قليل كان الكابتن عمرو أنور المدير الفني أعلن التشكيل اللي هيخوض به هذا اللقاء، وهو مكون من حمزة علاء في حراسة المرمى، قدامه اثنين مساكين، محمد مغربي والوافد الجديد القادم للنادي الأهلي من نادي دسوق اللاعب حمدي ياسر. هيكون موجود في الجانب الأيمن اللاعب جلال أحمد فارس، في الجانب الأيسر محمد أشرف، اثنين في دايرة المنتصف كريم سعد الله وأحمد أشرف. يكون قدامهم مثلث هجومي مكون من أحمد سيد غريب ومحمد رضا ومحمد فخري ورأس الحرب علي عمرو. أذكرك أن اللائحة طبعا بتسمح لكل نادي أن هو بيدي الفرصة لخمس لاعبين من لاعبي الفريق الأول، يكون بينهم ثلاث لاعبين من مواليد 99، علشان كده محمد فخري اللاعب اللي هو مواليد 99 موجود مع الفريق الأهلي النهاردة. عايز أقول لك أن يعني مجهود كبير جدا بيبذل داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ويعني انت وانت داخل من باب النادي الاهلي هتلاقي تاريخ مبادئ تطوير، تاريخ هو اعتزاز وفخر بالتاريخ اللي صنعه السابقين واعتزاز بالماضي، وتاريخ مبادئ بيسير على نهجها الحاضرين، بينما التطوير وهو التخطيط للمستقبل. وعشان احنا في ارض المستقبل هينضم لي في هذه الاثناء الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن خالد بيبو مدير قطاع هينضم لنا في هذه الاثناء. طبعا كابتن خالد دور كبير جدا. برحب بيك الاول يا كابتن خالد على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن اسامه وتحيات كل مشاهدي النادي الاهلي. مجهود كبير واحنا لامسين الدور الكبير اللي بتلعبه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، سواء في البنيه التحتيه، سواء استقدام العناصر، وبتعمل معادله صعبه، بقدم لعيبه للدرجه الاولى وايضا بعمل تدعيمات لقطاع الناشئين في النادي الاهلي.
اهلا بيك يا فاروق طبعا، واهلا بالكابتن اسامه ونجوم الاستوديو، وبرحب بكم في اول يوم واول مباراه رسميه للموسم الحالي، ونتمنى يا رب طبعا ان يبقى كل المباريات انتم موجودين معانا وبتزعوها هوا، وده حاجه كويسه، حافز جيد بالنسبه للولاد، حافز جيد بالنسبه للعبة الأجهزة، كل من هو موجود في قطاع الناشئين ان هو بيشوف مبارياته مذاعه على الهواء، دي حاجه كويسه. وطبعا دي في اكبر فرقه عندنا هي فرقه الشباب، فرقه 2001 مدعمه طبعا معانا فخر النهارده، وطبعا حمزه جول الاساسي بتاع الفريق، فمشكوركم طبعا على تواجدكم معانا، والحمد لله رب العالمين احنا بنكمل شغل بعض. انت قلت يعني المقدمه طبعا بشكرك عليها، احنا كلنا في الاخر بنكمل بعض، وانا موجود دلوقتي دوري ان انا اكمل اللي سبقوني، وان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن خالد، يعني انا شايف الملعب والبنيه التحتيه اللي بيتم تطويرها بشكل كبير فتره الثلاث شهور اللي هم كانوا فتره الراحه، انا يوميا كنت باجي النادي الاهلي بلاقيك موجود، يعني فتره الراحه اللي انت المفروض تاخدها كنت موجود بتتابع باستمرار عمليه تطوير الملاعب، الوقوف على كل كبيره وصغيره، وده امر انا يعني كلنا بنشكرك عليه يا كابتن خالد. طبعا يعني ارضيه الملعب دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للعيبه، واحنا الارضيه السنه دي خدت شغل مختلف، يعني ملعب زمان كان الناس بتشتكي ان هو تقيل، لا الملعب دلوقتي بقى خفيف جدا، كمان هتشوفوا الخضار بتاعه هيبقى اكتر في الفتره اللي جايه، اتعمل له شغل كتير جدا في خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يعني ده شهر شهر ونص كده وتشوفوه كمان بلون احسن كمان كده، ويمكن يعني انتوا برضو لو هتتابعوا معانا فتره صغيره كده وهتلاقي المدرجات في الملعب، يعني احنا عاملين شويه حاجات كده ان شاء الله ان هي تقدر ان انت تشوفها في خلال فتره صغيره جدا التطورات اللي بتحصل يعني في قطاع الناشئين. شايف ان يعني كاميرا قناه النادي الاهلي، وان يعني دي بادره بتبقى موجوده دايما في قناه النادي الاهلي، ان انا ازيع الماتشات هوا، اعتقد بتبقى دافع كبير جدا لعيبه كمان. خلاص انت بتتكلم فريق الشباب ده هو الفريق السكند تيم او الفريق القريب للدرجه الاولى، اعتقد بتبقى امر مهم، شايف الامر ده ازاي؟ والله طبعا مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي تشوف نفسها على قناه النادي، ده حاجه مهمه جدا، ان هو يعني زمان ما كانش فيه الفرصه دي ان انت تبقى موجود وقناه النادي الاهلي موجوده بتذيع مباراه الناشئين، ما كنتش بتشوف نفسك كويس، لا ده احنا يعني دلوقتي اللاعب عنده فرصه ان هو بعد المباراه بقى يعني كل الناس بقت بتعرفاه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا يعني كل الناس بتتفرج على قناه النادي الاهلي، ومن حق جمهور كمان النادي الاهلي ان هو يطمن على الناشئين بتوعه، ان هو يشوف اللعيبه الموجودين دول بياخدوا شغل كتير، شغل مختلف، فمحتاجين ان هم يطمنوا على الاحداث اللي بتحصل جوه قطاع الناشئين، فهي المباراه دي بتطمن اللعيبه على نفسهم، وبتطمن اللعيبه ان احنا يعني متشافين، وبتطمن جمهور النادي الاهلي ان احنا شايفين اللعيبه بتاعتنا بتلعب بصدنا، شايفين ناشئين النادي الاهلي وهم بيتطوروا وادائهم بيتطور عشان هيفيدوا في الاخر الفريق الاول. قلت كلمه في غايه الاهميه، يطمنوا، وبترسل رساله اطمئنان للجماهير او المسؤولين، نقطه مهمه جدا، وانا بقول ان الكابتن خالد بيبو هو الحارس الامين على مستقبل النادي الاهلي. الدوافع السنه دي قدمت لعيبه للفريق الاول، وفي لعيبه موجودين مع الدرجه الاولى، ايضا انت بتدافع عن بطوله وبتدافع عن بطولات لان ده النادي الاهلي. اكيد طبعا، يعني الحمد لله اخر مباراه وديه كان عندنا مغربي وعندنا احمد، يعني مش عايز اعد اللعيبه، يعني لعيبه خمس ست لعيبه كانوا موجودين مع الفريق الاول، لعبوا اخر مباراه وديه وخرجوا بصوره جيده، وكان الكلام عنهم بشكل جيد، ومش عايز اخص طبعا اسماء، انما كلهم ادوا بشكل جيد، ده هو ده دورنا، ان احنا في الاول والاخر هو الفريق الاول، هدفنا من قطاع الناشئين نمره واحد هو الفريق الاول، بعد كده انت بتحاول ان انت تطور الولاد على قد ما تقدر، وان هم ياخدوا شغل كبير جدا يعني. فطالما الفريق الاول ابتدى يبص عليك وابتدى ياخد ولاد من عندك ان هم يبقوا موجودين معاه في خلال المباريات الوديه، في خلال المباريات الرسميه، في خلال الفتره الجايه، فانت كده ماشي صح، انت بتحاول بقدر الامكان ان انت تودي لعيب النادي الاهلي الناشئين ان هو لما يطلع الدرجه الاولى ما يبقاش في فروق، يبقى قريب جدا من الدرجه الاولى، ما ياخدش وقت على ما يتجهز، هو هنا طبعا مهم جدا ان انت تجهزه. الحاجه الثانيه طبعا مش هينفع ان انت ما تلعبش على طول، يعني في النادي الاهلي مش هينفع، حتى المباراه الوديه مش هينفع ان انت ما تكسبش يعني، فانت على طول سواء بقى عندك لعيبه كلهم على درجه اولى انت كده كده هتنافس على 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 كل البطولات، يعني احنا المفروض ان احنا دلوقتي المفروض ان السنه دي ناخد ثلاث لعيبه من 99 واثنين من الفريق الاول، وانما احنا يعني ما عندنا فرقه كويسه، لما هنبقى نحتاج هنبقى نطلب من الفريق الاول، انما هم يعني الحمد لله فرقه عندنا فرقه كويسه، وهي زي ما انت قلت هي بطل السنه اللي فاتت، وان شاء الله تبقى بطل السنه دي. شكرا كابتن خالد، والتوفيق دايما. شكرا ليك، شكرا.
كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اختم معاك بتشكيل لفريق الشرقيه للدخان لهذا اللقاء. هيكون علي عادل في حراسه المرمى، قدامه الرباعي احمد حاتم وعمرو زعفان ومحمد رضا واحمد عبد الباسط، ثلاثه في دايره المنتصف محمد ابراهيم احمد عيد وحسين ياسر، قدامهم ثلاثه محمد انور وعبد الله عيد وحسن يحيى. دي كانت كل الكواليس من هنا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر قبل انطلاق مباراه النادي الاهلي والشرقيه للدخان. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، وايضا بشكر كابتن خالد بيبو اللي عامل مجهود غير عادي ما شاء الله، في طفره كبيره جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وايضا كمان يعني حابب اتكلم على المدير الفني الاجنبي اللي عامل شغل اكثر من رائع مع اللاعبين وايضا مع المدربين. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل نجوم الاهلي الكبار الكابتن عادل طعيمه والكابتن شريف عبد الملك. بحلم جديد وأمل في غد أفضل تنطلق رحلة فرق قطاع الناشئين بالأهلي نحو منصات التتويج واكتشاف مواهب جديدة. اليوم هو ركلة البداية لموسم جديد تبحث فيه فرق القطاع عن استمرار تفوقها في كل المراحل السنية. ليس الهدف البطولة ومنصة التتويج فقط، ولكن تقديم مواهب حقيقية للفريق الأول والكرة المصرية هو الغاية الأكبر والأسمى. اليوم سيكون بداية الرحلة الطويلة نحو منصات التتويج لكل فرق قطاع الناشئين بالأهلي. تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد لفريق الأهلي مواليد 2001 حين يستضيف نظيره الشرقية للدخان بملاعب النادي بمقر مدينة نصر. فريق 2001 الذي يقوده فنيا القدير عمرو أنور يبحث عن بداية مثالية بفوز يكون رسالة للجميع بأن البطل قادم لا محالة لمنصة التتويج. كان فريق 2001 قد خاض العديد من المباريات الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تعادل مع الاتصالات وفاز على وادي دجلة والنصر وعلى المجد والترسانة. ورغم أن البعض قد يرى أن المهمة صعبة أمام فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز، لكن عمرو أنور ورفاقه يدركون أن كرة القدم باتت لا تعرف إلا الجهد والتركيز. اليوم فريقنا من مواليد 2001 على موعد مع ركلة البداية في بطولة الجمهورية أمام الشرقية للدخان. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي نجوم الاهلي الكبار الكابتن عادل طعيمه. منورنا ومشرفنا كابتن عادل. نورك يا كابتن اسامه. كابتن عادل بيقول لي قبل ما اطلع الهواء بيقول لي في فار النهارده، قلت له يا كابتن عادل واحده واحده علينا، احنا لسه ايه اشمال ولسه ناشئين. بس هتلاقي ان شاء الله النهارده خدمه خمس نجوم. برحب بنجم الاهلي السابق كابتن شريف عبد المنعم. منورنا ومشرفنا كابتن شريف. نور الدنيا يا كابتن، الله يخليك. كابتن عادل حضرتك ما شاء الله ليك باع كبير في التدريب، اشتغلت في الدوري الممتاز وايضا كمان اشتغلت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. حضرتك شايف فكره اذاعه مباريات الناشئين على الهواء مباشره، شايف الفكره دي ازاي ومردودها حتى على اللاعبين وعلى جماهير النادي الاهلي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه بهنيك على الاستوديو على الانطلاقه الجميله ان شاء الله، هتبقى فتحه خير على كل القطاعات وخاصه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. هي إذاعة المباريات بتعوض اللي كان بيتعمل زمان. زمان الشباب والولاد الصغيرين كانوا بيلعبوا قبل الماتشات الكبيرة. مظبوط. فكان الولاد الناشئين الجمهور عارفهم بالاسم وهم صغيرين. وبتبص تلاقي ماتشاتهم الناس بتيجي من الساعة 10، فتلاقي ماتش 14 سنة وبعدين ماتش 18 سنة وبعدين ماتش الفريق الأول. فبيبقى يوم كامل الناس بتيجي بقى بأكلها وبفطارها بغداها بحاجتها، وعارفين ان الولاد دول عارفين ان هم هيبقوا نجوم قريب. وبالتالي كان عمليه النجوميه والولد او الناشئ بيتعود على من صغره على انه بيلعب قدام جمهور وعيلته بتيجي تتفرج عليه والى اخره. طبعا الاذاعه دلوقتي هتبقى يمكن هتبقى برضو شامله لان اكبر عدد من الجمهور هيتفرج، لكن برضو في نفس الوقت
مفيش شك ان الجمهور بيبقى عليه عامل كبير. يعني النهارده ده بيعوض شويه حته ملعب مختار التتش زمان لما كان بيكون مليان والجماهير عارفه اللاعبين واحد واحد. دلوقتي احنا يعني في عدم حضور الجمهور دلوقتي بقينا بنسهل المهمه اكتر للناس والجماهير عشان تطمن على المواهب داخل قطاع الناشئين. الدايره هتبقى واسعه جدا لان اللي كان بيتفرج هنقول مثلا 10-15 ألف دلوقتي بيتفرج ملايين بيتفرجوا على الواد الصغيرين دول. وبالتالي هي بس هي يعني الحته اللي هتبقى ناقصانه ان الجمهور لما يرجع هتبقى العمليه مكتمله. يبقى الجمهور الولد بيتعود انه يقابل الجمهور وما بقاش عنده اي رهبه من المباريات وخاصه لعيبه النادي الاهلي. لان جمهور النادي الاهلي بيبقى سند كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى. حتى الفرق الاخرى بتبقى عامله حساب الجمهور في ان شاء الله يكون الجمهور متواجد خلال الفتره القادمه. كابتن الشريف طبعا فرصه الموسيماني النهارده برضو واللعيبه كمان. كنا بنقول زمان ان مدينه نصر ابعد شويه من الجزيره فما فيش رؤيه للجهاز الفني انه يقدر يتابع اللعيب. دلوقتي خلاص انت النهارده على قناه الاهلي بندي الفرصه اكتر للموسيماني وايضا الجهاز المعاون للموسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ انه يقدر يشوف اللعيبه. فالنهارده كل لعيب عايز يسوق نفسه وعايز يقول يعني يعرض بضاعته بلغه الكوره يقول انا موجود. بالظبط زي ما انت بتتكلم كده وبتقول. وجهه نظر موسيماني من اول ما جه وهو معجب بالاشبال ومعجب بالشباب ومعجب ان هو يستقدم زي ما قال الكابتن عادل من القطاعات كلها مش من فرقه واحده يعني. واحنا لسه قريب شايفين نص اللعيبه اللي انا النهارده هتفرج عليها دي موجودين مع الفريق الاول. انت زي ما كنت بتتكلم مع كابتن عادل اللي كان بيفرق الناشئين زمان عن الدرجه الاولى ان الدرجه الاولى كان ماتشاتهم بتذاع. احنا كان بيجي لنا جمهور واحنا صغيرين انما ما كانش عندنا اذاعه مباريات. فلما بتبقى الحته والاماني والدنيا نفسها كلها تعرفني وكمان ده فكان بيبقى بالمجهود باللعب عشان اقرب وابقى جنب مصطفى عبده والخطيب وطاهر الشيخ وصفوت الله يرحمه. يعني عشان تبقى موجود انت في البوره هي الحته اللي انت بتعملها النهارده دي. الاذاعه دي التعارف اللي بيبقى بين اللاعب ودي رهبه لوحدها. دي كانت رهبه اول لما انا صح مع الدرجه الاولى لما بنزل وعارف الناس كلها بتتفرج عليا دي بتزود حمل عليا وبتزود مسؤوليه كبيره عليا. دلوقتي اتعودت عليها خلاص في الناشئين. دلوقتي انت بتعوده عليها دلوقتي. انت بتدي له كل حاجه كل المطلوب منه. مرن كويس يعسكر لنفسه كويس قوي يشوف الاهتمام بتاع المؤسسه كلها والمنظومه كلها واللي بتسهلها له. فكل على عيب هو بس ان هو زي ما احنا شفناه بعينينا وشفنا اختياراته وشفنا ان هو كويس انه يؤدي انه يعيش الحياه المتاحه ليه في النادي الاهلي. وده كده بيبقى يعني محظوظ جدا. ودي نقطه مهمه كمان بتزود خبرات اللاعبين زي ما كابتن شريف قال كابتن عادل قال عشان لما لعيب يطلع بعد كده درجه اولى. تسمحوا لنا نروح لفاصل وبعد الفاصل بقى نبتدي الكلام في الامور الفنيه. اهلا بحضراتكم من جديد. اقول لحضراتكم مره تانية تشكيل الاهلي في حراسه المرمى حمزه علاء خط الظهر جلال احمد محمد مغربي حمدي ياسر الوافد الجديد من دسوق ومحمد اشرف خط الوسط احمد اشرف وكريم سعد الله تحت المهاجم احمد سيد غريب محمد فخري محمد رضا وفي الامام علي عمرو. كابتن عادل من الواضح ان تشكيله النادي الاهلي 4-2-3-1 نفس اسلوب وطريقه لعب موسيماني الدرجه الاولى. مهم جدا يكون في ربط ما بين الناشئين وايضا الدرجه الاولى حتى في اسلوب اللعب. طبعا يا كابتن ودي من مقومات نجاح اي فريق ان دايما الغرض من قطاعات الناشئين هي تصعيد للفريق الاول من خلال الجانب البدني من خلال الجانب التكتيكي من خلال الجانب الفني وبالتالي طريقه اللعب حتى في التغييرات حتى لو التيم اللي قدامك زي ما بيحصل في الفريق الاول بيحصل احيانا انه يبقى فيه في احيانا معينه بيلعب براسين حربه او بيلعب براس حربه تحتيه راس حربه اخر او زي مثلا حسام مع مع شريف. كل الحاجات دي مع عمرو انور مع موسيماني بيبقى فيه التفاهم ده لاننا في فترات كتيره جدا اللي المنتخب فيها ياخد لاعبتنا الفريق الاول للمنتخب هيبقى دايما بيعتمد على فريق 2001 فريق عمرو. وبالتالي الولاد اللي هيصعدوا لازم يكون على عندهم خلفيه كامله محفظين تماما. وبرضه من خلال طبعا الماتشات ديت الناس المحللين ماتش زي النهارده كده بيتاخد وبيتقطع وبعدين يتحط الموسيماني بدل ما يجي ويتفرج على الماتش من نفسه لا بيختصر الوقت ده ان انا بديله ادي الملخص ده انت عايز ايه باك رايت او الباك رايت اهو مواصفاته اهي. كابتن شريف
واحنا كنا بنتكلم قبل الهوا كنا بنتكلم على لعيبه الفريق 2001 وقلنا كمان كان فيهم جزء مشارك في مباراه الغابه السابقه. بعض الاسماء موجوده النهارده، يعني لما نتكلم عن محمد مغربي في خط الظهر عجبك في المباراه الاخيره نادي الاهلي امام الغابه، في محمد فخري موجود النهارده. احنا حاطين على محمد فخري ده امال كبيره جدا كلنا يعني المؤسسه كلها يعني فعايزين نتفرج عليه النهارده ان شاء الله يتوفق يعني. وفي احمد سيد غريب، احمد سيد غريب عايزينه يعوض الكره بقى اللي ضيعها في الماتش بتاع الغابه يعني هناك برضو مش هي مش رهبه بس في حاجات احداث بتحصل وخبرات الواحد بياخدها والفرص اللي بياخدها مع مع الفريق الكبير. النهارده بقى هنشوف بقى هيبقى هتلاقيه اكتف اكتر وهتلاقيه مصمم انه يعمل صوره كويسه قوي قدام الماتش متذاع كمان. وفي كمان برضو ما ننساش حمزه علاء، حمزه علاء في حراسه المرمى خلي بالك من الحراس المميزين جدا بقاله فتره كمان مع الدرجة الأولى من وقت كأس العالم للأندية اللي كان في الدوحة. فرصة كبيرة لحمزة وفرصة كبيرة لينا وزي ما أنتوا قلتوا أنت وكابتن عادل مستر موسيماني كمان يتفرج يعني يشوفه برضو تحت الضغط وتحت السن. اللعب تحت أصعب من اللعب فوق. أنا بقول لك بصراحة اللعب في الناشئين بيبقى صعب جدا إنك أنت بتلعب مع واحد في سنك وفي نفس السرعة وفي نفس الأكل. لما بنطلع فوق اللعيب اللي فوق ما بيخشش عليا زي اللعيب اللي تحت في سني، ما بيجارينيش في السرعات حتى. واللعيبه فوق كمان بتساعدك في الخبرات اللي بتكفي فبتقدر يعني الكره هي اللي بتجري. واحد زي قفشه، واحد زي السوليه. عندنا الكره هي اللي بتجري فوق والحاجات الفرديه والكلام ده بتاعت اللعيبه الصغيره دي اللي بتدخلك مع الفرق الكبيره. توريني انت هتنفذ ازاي والسرعات مطلوب منك، شكل الدفاع شكله ازاي والارتداد شكله عامل ازاي. فبتبقى في مقومات. انا لما بتفرج على اللعيب ده اقول اللعيب ده يقدر يلعب درجه اولى. واحنا النهارده كمان بنتمنى التوفيق لشباب الاهلي النهارده امام شباب شارقة الدخان في اولى مباريات الدوري الموسم الجديد. نروح لملعب المباراه ونروح للكابتن محمد عفيفي معلقنا المتميز وهنقابل حضراتكم بين شوطي المباراه.